وحلقة جديدة إن شاء الله نوعدكم بيها مع استشارية ودكتورة جميلة ومتميزة، دكتورة مروة نور الدين، استشاري جودة الرعاية الصحية. ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك عاملة دكتور ايه؟ وائل؟ الحمد لله. احنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي جودة الخدمة في المستشفيات، اللي هي طبعا جزء من شغلك ودراستك وخبرتك، صح؟ ده حقيقي مهمة للعيان في ايه؟ مهم العيان ان هو يدخل مستشفى بتقدم جودة هو هيلمسها، مش ان هو عارف ان المستشفى واخدة معايير اعتماد او معتمدة او كده. هو هيلمسها ان العيان هتقل شكوته من المستشفى، العيان هيبقى راضي عن الخدمات، وراضي عن الخدمات في المستشفى دي كل الخدمات بقى، من اول النظافة والامن والدكاترة والتمريض والرعاية الطبية، مفيش اخطاء طبية العيان بيعاني منها. ده ببساطة اقل حاجة ممكن نقولها عن جودة الخدمات الصحية. مهمة جدا، لأنها كده الشخص هيبقى مطمن إنه مش هيحصل له خطأ طبي، لو وهيفهم هو عنده إيه. يعني في حاجات هتعود عليه مباشرة، دي حقيقة وبالتأكيد هتعود على المكان اللي بيقدم الخدمة دي، عشان كده بقوا بيهتموا بيها دلوقتي. دي حقيقة دي حقيقة وأعتقد دلوقتي الدولة نفسها بتهتم بيها، حاطة معايير دلوقتي جديدة، صح؟ حاليا اي في خطة تأمين صحي معتمدة من مجلس الشعب ومعتمدة من رئاسة الجمهورية، ودي بيتم البث فيها دلوقتي حاليا واحنا قاعدين بنتكلم. بورسعيد كخطوة مبدئية، وبعد كده الأقصر ومحافظات تانية بالتتابع، وتقريبا هيبقى في مستشفى او اتنين في كل محافظة كمان قريب جدا في خلال كام سنة الجايين. قريب يعني كام سنة؟ احنا بنتكلم في سنتين ثلاثة هتلاقي معظم المستشفيات في جمهورية مصر بإذن الله. وانا اتمنى كل الخير لهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد ان هم يعتمدوا المستشفيات كلها. فدي خطوة مهمة جدا ان العيان هيبقى عنده تأمين صحي ورقم طبي واحد على مستوى الدولة، دي نقطة مهمة أوي. هيتقدم له من خلاله الخدمات الطبية، هيروح لمستشفيات ذات جودة، حتى المستشفيات الصغيرة اللي كان بيعاني منها وفي مشاكل هيلاقي الخدمة اتحسنت. بالتتابع هتلاقي ان العيان نفسه بقى راضي عن مستوى الخدمات الطبية في مصر كلها، مش بس في بإذن مستشفى الله او اتنين او تلاتة. بإذن وان الله شاء الله احنا بنتمنى ده يحصل في القريب القريب. بالظبط. أنا بس عشان خاطر الناس تسمع الكلام الجميل بقى بتاعك بقى في الحلقة إن شاء الله، فبنشكرك شكرا جزيلا، ميرسي يا واسمعوا فندم، الحلقة مفيدة ومهمة جدا عشان صحتك وعشان صحتك. منتظرينكم بإذن الله.